انا لما كنت اروح المدرسه كنت يعني اشوف المنت يقول انا جاء نسمع المنت يقول انا جيت من الدوره انا تعبانه انا مش عارف ايه انا ايه، وانا كنت لا كنت كل ثلاث ايام في الشهر بطني توجعني وما فيش حاجه، لدرجه ان انا سالت صاحبتي هي قالت لي دي الدوره ازاي انت مش هتجيكي، قلت لها انا عجيني يعني ما عملتني. رحت بعد اذا جت رحت ايه خلصت الاعداد دخلت على مرحله ثانيه برضه ما جتش، رحت امي ودتني الدكتور راحوا رحت هناك راح اداني منشط اداني ثلاث حقن منشطات واداني حقن واداني برشام منع الحمل ثلاث شهور اقدر حجتني الدوره، قعدت سنه تمام وجيت كتير او كل حاجه والم وكل بس ما كانتش في حاجه. بعد السنه راح بقى الثالث كل يوم ثالث يوم في الدوره تنزل لي لحميه. اسماء الحمل كملت 16 سنه وما جتهاش الدوره، بقت تجيها كل شهر ثلاث ايام تقعد تجيها المغص. بعد ده رحت وديتها لدكتور راح جاء ايه قال لي دي المبيض بتاعتها كسلانه، راح جاء جدها حقن منشط وبرشام اللي هو ايه منظم الدوره او منع الحمل، راحت ايه استمرت بيه العلاج ده ثلاث شهور. بعد كده جتها اخذت السنه الاولى كويسه بس كانت تجيها كتير. بعد السنه الاولى لقيت ليها 8 سنين كل شهر تجيها، الاول تجيها مغص وتجيها كثيره، تروح يوم الثالث تجي تنزل ثلاث، الاول كانت تنزل حاجه واحده اللي زي ايه زي اللحميه تنزلها، فاقعد كده بعد ما تنزلها تروح ايه الدوره تجي زي ما يكون كانت سده تجي تشتغل تخر عليها وبعد كده تجي. بعد كده دلقيتي ما بقيت شيء يعني بقت الدوره قليله ودي يجي متجلطه وبقى ينزل ثلاث وحدات والشهر كله هي هي ايه بطنها وجعها. وروح للدكتور يقول لي لا لما تتجوزي لا نعمل لك عمليه لما تتجوزي حلك في عمليتك لما تتجوزي، فرضا ما اتجوزتش ايه يعني؟ كل ما نروح للدكتور يقول لي الا ما تتجوز حتى تتعالج. ليه؟ واحد قال لي ده عشان لما تتجوز يعملوا لها عمليه كحته عشان ايه تخلف. الثاني قال لي ايه لا دي يا ماما ما لهاش علاج الا بعد الجواز. كل اللي نروح له يقول الا ما تتجوز الا ما تتجوز. اخر واحد قال لي ايه ما لهاش علاج، كل اللي حنديهلكي حنديكي حقنه مسكنه تضربها لها يوم ما تجيها الدوره تضربها لها كل يوم تضربي لها حقنه وهنديكي برشام حديد. ازاي؟ قال لي ما لهاش حل. قال لي جوزيها وهاتيها لي هنعمل لها عمليه عشان عمليتها منتح. طيب يا دكتور ما ينفعش المنظار؟ قال لي لا المنظار هنخرم، لو حد عمل منظار هيخرم الرحم، حرام ما نخرم الرحم. تعبان 24 ساعة يعني أمي تقعد تشيلني وتحطني وتأمني. تاني حاجة ما فيش فيش حاجة اسمها إنك تروح لدكتور نس ولا تقدر تقول رح لدكتور نس أصلا. والله بقيت كل ما يفوت يوم ما ندهاش العلاج نلقاها تصحى حدت ما قامت وعلى يعني ورحت بعد ما قامت جتها الدورة تاني كملت. وهذه نجينا للدكتور سيد ربنا سبحانه وتعالى يا استاذ المفروض نفسي ان انا تعبانه وقاعده تعبانه ومش قادره نقدر نعمل حاجه نقدر اعزف نفسي يعني انا مثلا حد يشيل مثلا عشان نروح ندخل الحمام دي حاجه ثانيه دي حاجه اصلا ثاني خالص ان انا ما اقدرش نقوم نعمل اي حاجه دي حاجه كل ده لي تاثير النفس اصلا علي هتتعذب صح يعني مش كده الشهر كله وهي عندها بصي عندها ارهاق من غير ما تقوم تعمل اي حاجه يعني هي هنجيب لها الميه هي ونايمه هنجيب لها يعني كل حاجه هي ونايمه هنجيبها لها هنصحوها للوكيل لان في دكتور جاب اداني لها علاج يعني برضك في الرحله دي اداني لها علاج موتها بقيت كل يوم نديها العلاج كل ما نلقاها رايحه مني رايحه مني. بعد كده لما دورت عليها لقيتها زي الخلق كده بطلت العلاج مني لما بطلت العلاج والدوره منعت بطلت العلاج والله قالها لي باللفظ اقول لها دكتور ايه دي؟ قال لي دي بطانه يا ماما قلت له هي يعني دي بطانه المهاجره؟ قال لي لا مهاجره ولا زفت زي كده. بس قررت ان انا اتعالج اصلا مش هنقعد تاني اكتر من كده على نفسي. ننصح كل ام ان هي تجري على بنتها انت تسيبهاش مش مهم الجواز مش مهم تقول لها لما تتجوز غلط اننا نستناها تتعذب قدامي ونقول لما تتجوز قدر ما تجوزتش يعني انا بالنص ده يقولوا لما تتجوز قلت لهم
وإن ما ردلهاش ربنا الجواز ما تعيشش عيشة كريمة، عيشة رايقة، تعيش حياتها حتى بصحتها، ده أبسط حقوقها يعني عند أمها وعند أبوها إنها تعيش صحة بصحتها. أنا بنصح كل بنت إن هي تروح للدكتور والدواء تعمل، أهم حاجة صحتها، مش مهم أي حاجة تانية غير الصحة أصلا، ولا مهم الجواز ولا مهم أي حاجة، مهم صحتها. لو أنا دلوقتي تعبت ووقعت مين حيشيلني؟